المريخ، الكوكب الأحمر. في الأسبوع الماضي عاد لمشهد الأحداث بأخبار مهمة وعجيبة، أول صور جيمس ويب للكوكب الأحمر بيظهر فيها كوكب المريخ بالكامل، والتقاط صور لأطياف الكوكب المحير. مركبة بيرسيفرانس كشفت عن عينات صخرية فيها مواد عضوية محيرة من دلتا نهر قديم على كوكب المريخ، وناسا تقرر إرسال مهمة لإعادة عينات المريخ واللي ربما تكشف لينا عن بصمة الحياة هناك. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات انفوسفير، وما تنسوش لو عجبتك الحلقه انك تضغط لايك، وابقى اشترك في القناه علشان تتابع معانا كل جديد من فيديوهاتنا الاسبوعيه. خلينا نبدا. بيستمر الكوكب الثالث في نظامنا الشمسي في إثارة تساؤلاتنا كل فترة من سنين، والروبوتات اللي بتستكشف الكوكب الأحمر كانت بتبعت لينا صور لعالم غريب مليء بالجمال والروعة، بجبال أعلى 3 مرات من قمة إيفرست، وأودية أطول من أي وادي ممكن تشوفه على كوكب الأرض. ومن جديد عاد تلسكوب جيمس ويب علشان يعمل لنا مفاجأة جديدة، والمفاجأة هي تصوير كوكب المريخ في أكثر من مشهد. أظهرت وكالة ناسا لينا فقط 3 مشاهد منه الأسبوع الماضي. الصور الجديدة لجيمس ويب لكوكب المريخ أظهرته لأول مرة في ضوء الأشعة تحت الحمراء، واللي هتدينا الصور دي معلومات مهمة مش هنقدر نرصدها حتى بالعين المجردة ولا حتى بالصور القريبة من مركبات الفضاء اللي بتدور وتستكشف الكوكب الأحمر. طبعا للوهلة الأولى الصور مش جذابة أكيد، لكن دايما الصور اللي بيرصدها جيمس ويب للكواكب هتكون بالشكل ده، لأن رصد الكواكب بالأشعة تحت الحمراء مش بيظهر صور جذابة زي الصور اللي بتلتقطها المركبات المسافرة لكواكبنا الخارجية. على الأقل المركبات اللي رصدت المريخ طوال أكتر من 20 سنة فاتوا رصدت علامات احتواء المريخ على مياه سائلة على سطحه، لكن المية دي تسربت مع مرور الزمن. ايه مقدار المية المفقودة دي؟ وازاي بينتقل الماء ده للحالة الجليدية واللي ممكن بعدها يتسرب للتربة المريخية او يتبخر في فصل الصيف المريخي الى الفضاء الفسيح؟ جيمس ويب هيرصد برضه في وقت تاني خلال الشهرين اللي جايين كوكب المريخ بصور تانية علشان يحاول يكتشف أعمدة الميثان بتفاصيل أكبر. احنا عايزين نعرف قصة غاز الميثان واللي بيدل دايما على بصمة مهمة من بصمات الحياة على كواكب تانية غير الأرض. هل الميثان ده اللي على كوكب المريخ جه من خلال نشاط بيولوجي لبكتيريا أو كائنات دقيقة محتملة، ولا ده نشاط جيولوجي من البراكين اللي كانت على الكوكب الأحمر ده؟ طبعا العينات اللي بتجلبها لينا المركبات أهم من الرصد الخاص بجيمس ويب، لكن دور جيمس ويب كبير جدا في أنه بيبرز لينا المناطق اللي المفروض ندور فيها ونحفر علشان نلاقي نتائج إيجابية. المهم العلماء باستخدام تلسكوب جيمس ويب هيحاولوا يجاوبوا على سؤال: ليه المريخ تحول من حالته الرطبة والمياه السائلة اللي ممكن حتى توصل لمرحلة المحيط الكبير إلى الحالة الجافة الصحراوية المتجمدة اللي هو عليها دلوقتي؟ بقيادة هايدي هامل عالمة الفلك الكوكبية ونائبة الرئيس التنفيذي لاتحاد جامعات الأبحاث في علم الفلك AURA، قالت هايدي هامل إنهم في جيمس ويب بيرصدوا المريخ وكواكب تانية في مجموعتنا الشمسية ضمن نظام GTO، مشروع مراقبة الوقت المضمون، واللي هيكون من سبتمبر 2022 لغاية يناير العام القادم 2023، والمعروف باسم سايكل 1. كوكب المريخ بيدور حوالينه دلوقتي 6 مهمات فضائية نشطة، لكن أهمية رصد جيمس ويب للمريخ تكمن في الصورة الكلية للكوكب. جيمس ويب قدر يلتقط صورة كاملة للكوكب الأحمر في لقطة واحدة، على عكس المركبات المدارية اللي حوالين المريخ واللي علشان تعمل خريطة كاملة للكوكب هتحتاج وقت طويل جدا، وهتكون الصور المجمعة متأثرة بالتقلبات اليومية الكبيرة نسبيا للكوكب الأحمر. المركبة المدارية عقبال ما تلف حوالين منطقة واسعة من الكوكب هتظهر لينا صور مجمعة مشوشة وغير آنية، ومهما كانت قدرات المركبات دي فمش هتقدر تقيس غير منطقة واحدة من مناطق المريخ. يعتقد العلماء ان الكوكب الأحمر فقد الكثير من الماء واللي كان متوافر بكثرة في الماضي، وده بسبب الأشعة فوق البنفسجية اللي جاية من الشمس واللي كسرت جزيئات المية. ومن خلال صور الأطياف للكوكب الأحمر اللي رصدها جيمس ويب خلال سبتمبر الجاري
2022 هنقدر نقيس وفرة شكلين مختلفين من المية، الماء العادي واللي بيحتوي على الهيدروجين والماء الثقيل اللي بيحتوي على الديتوريوم. هروب الهيدروجين وتسربه للفضاء سيناريو من السيناريوهات الكبيرة المتوقعة، والقياس الجديد اللي رصده جيمس ويب هيبين بالتحليل والرصد والدراسة اللي هينشرها العلماء خلال أسابيع صحة الفرضية دي صعوبة رصد المريخ. كان من الصعب على جيمس ويب انه يصور حاجة هي اقرب الاجسام الفضائية ليه، وهو التلسكوب اللي تصمم لتصوير ورصد ابعد اجسام الفضاء. جيمس ويب اقوى تلسكوب وتصمم انه يكون حساس جدا لاخفة الاضواء في السماء، لكن المريخ كوكب لامع نقدر نشوفه بالعين المجردة من الارض، وكان تصويره بجيمس ويب مغامرة كبيرة علشان تخرج لينا الصور الجديدة بالشكل ده، واللي كانت بتعريضات قصيرة جدا، ثواني قصيرة للغاية عشان ناخد لقطة ويتم معالجتها في اكتر من اسبوع كامل. بتظهر الصور خريطة لجانب من جوانب كوكب المريخ المقابل للتلسكوب، فطولين موجيين من الأشعة تحت الحمراء، الأول عند 2.1 مايكرون بتصوير الكاميرا نيركام على المنطقة الشرقية من الكوكب الأحمر. من حوالي 4 مليار سنة صدم جسم فضائي مجهول كوكب المريخ وعمل حفرة كبيرة بعرض 2300 كيلومتر وعمق 7 كيلومتر جنوب خط الاستواء في المريخ. بتظهر الحفرة المعروفة دلوقتي باسم هيلاس باسين باللون البرتقالي الداكن في أول صورة الويب للنصف الشرقي من المريخ، بقعة أكثر برودة مقابل سطوع باقي الجانب المضاء بالنهار من الكوكب، واللي بيظهر باللون الأصفر الساطع من الحرارة المشعة. بتكشف الأطوال الموجية الأقصر للأشعة تحت الحمراء عن تفاصيل كتيرة، ونقدر نشوف الحافة الشمالية الشرقية لحوض هيلاس واللي بتكون قريبة من حفرة تانية من أكبر فوهات المريخ، وهي فوهة هيجنز اللي يبلغ عرضها تقريباً 467 كيلومتر. كانت المياه بتتدفق مرة واحدة عبر هيجنز وبتنحت شبكة متفرعة من القنوات في السطح الصخري ده، وقبل كده تم رصد الطين والمعادن الكربونية من مركبة مارس ريكونيسنس أوربيتر التابعة لوكالة ناسا، والاتنين الطين والمعادن الكربونية بيتشكلوا بس في البيئات الرطبة. في الناحية الشرقية من هيجنز كريتر هتلاقي تدفق مظلم من البازلت من بركان منقرض منذ فترة طويلة سيرتس ميجر، واللي بيكون في سهل البازلت جنوب غرب موقع هبوط المركبة بيرسيفرانس روفر في جزيرو كرياتر. من ناحية تانية قامت أداة نيرسبيس التابعة للويب بقياس طيف ضوء الأشعة تحت الحمراء اللي جاي من الكوكب، وبعبارة تانية ممكن نقول إن نيرسبيس فرزت ضوء المريخ لأطوال موجية فردية واللي بتتوافق مع مواد كيميائية محددة على سطح المريخ وفي الغلاف الجوي بتاعه. هيساعد الطيف ده من الضوء هايدي هامل وزملائها في البحث عن مواد كيميائية ممكن تكون موجودة بكميات صغيرة فقط في الغلاف الجوي للمريخ زي الميثان وكلوريد الهيدروجين، مهمة إعادة العينات المريخية. عدد من علماء وكالة ناسا في بيان صحفي برضو الأسبوع اللي فات قالوا إن مركبة بيرسيفرانس كشفت عن عدة عينات صخرية فيها مواد عضوية محيرة من دلتا نهر قديم على الكوكب الأحمر، والعلماء في مشروع استكشاف المريخ وضحوا إن الصخور بتحتوي على أعلى تركيز للمواد العضوية تم اكتشافه لغاية دلوقتي، وتقدر العينات الأولى دي اللي تم جمعها وإعادتها إنها تجاوب على سؤال رئيسي، هل كانت الحياة موجودة على المريخ قبل كده؟ بيان ناسا بيوضح إن تحليل العينات بيبين إنها بتتميز بفئة من الجزيئات العضوية المرتبطة مع اللي موجود في معادن الكبريتات، وتقدر معادن الكبريتات الموجودة في طبقات الصخور الرسوبية إنها تدينا معلومات مهمة حوالين البيئات المائية اللي تشكلت فيها. ناسا هترسل مهمة لاستعادة العينات دي وفحصها على كوكب المريخ في 2026 عشان نعرف بالدراسات والفحص للعينات ديت هل وجدت حياة على سطح الكوكب الأحمر من مليارات السنين، واللي يمكن على حد رأي العلماء تكون الحياة على الأرض جت من المريخ أصلا لما كان في أزهى عصور الحياة على سطحه. علماء الأحياء الفلكيين شايفين إن المريخ كان موطن للحياة أفضل من الأرض، بل وبيعتقدوا إن الحياة جت للأرض عبر الصخور المريخية اللي انفجرت في الفضاء. تغيرت الأمور لما المريخ فقد حقله المغناطيسي الكبير، فأصبحت الجزيئات المشحونة المنبعثة من الشمس قادرة على تخطي الغلاف الجوي الوحيد والرقيق للمريخ، ومن بعدها تحول المريخ إلى هذا الكوكب البارد والجاف اللي بنشوفه النهاردة. وممكن نقول إن المريخ أصبح من مليارات السنين كوكب مشلول حافظت أرضنا على حقلها المغناطيسي لغاية النهاردة، وده اللي بيفسر استمرار الحياة عليه. ومع ذلك هذا لا يعني أن المريخ كوكب ميت في أيامنا دي. لو عجبتكم الحلقة
تنسوش اللايك والشير، وابقوا اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم، هل ممكن يكون في حياة على كوكب المريخ في السابق أو حتى النهاردة؟ وأتمنى دعمك ليا بالاشتراك بالقناة علشان تتابع كل جديد ومفيد الساعة 9 مساء من كل جمعة بتوقيت مكة المكرمة في إنفوسفير غلاف معلوماتي. تحياتي محمد فارس سليم، السلام عليكم.